أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج كيف الصحة، والتي نناقش فيها النظام الغذائي الصحي بعد شهر رمضان مع الدكتور ناصر الرمضاني. دكتور أهلا بك مجددا. نعود إلى الحديث عن آخر محاورنا في هذا العنوان الأول، نظام الغذائي الصحي، وبعد ذلك سننتقل إلى سرطان البروستاتا إن شاء الله. بالنسبة لمرضى السكري الآن، النظام الغذائي الأفضل بالنسبة لهم بعد شهر رمضان؟ طبعا مرضى السكري شريحة طبعا فريدة من نوعها، لأن في رمضان اللي صاموا، نحكي الناس اللي ما صاموش، لك الناس اللي صاموا اللي هم السكري من النوع الثاني، أو السكري اللي هو معتمد على الحمية أو المعتمد على الأدوية، مش السكري اللي معتمد على الإنسولين، فطبعا يصير فيه اختلال، لأن الأدوية يعني وقت أخذ الأدوية والكمية الغذاء والنوم وغيرها يسبب اختلال في السكري. فينصح بعد شهر رمضان المبارك، ينصح ان هم يحاولوا بالتدريج الرجوع او مراجعه الاخصائي او الاستشاري المرض السكري، عشان تاكد من اللي هو فحصات الاوليه للسكري، سكر التراكمي مثلا وسكر الدم. ليش؟ عشان يرجع للنظام السابق او لتنظيم الادويه او الحميه المعينه اللي هو كان ماشي عليها قبل. طبعا رمضان فرصه ممتازه جدا، الناس اللي عندهم حميه السكري انه هو ينظم السكري بتاعها بطريقه ممتازه، وبعد رمضان يستمر اذا كان يقدر احسن، والناس اللي بياخذوا ادويه ممكن يقللوا يزيدوا الادويه ممكن كذا. طبعا نحكي عن الناس الانسولين هذوك، يعني وضعيتهم تختلف تماما. كذلك طبعا فرصة أنه هو يقلل من الأكل عشان السمنة وكذا، كل الحاجات هي تفيد في مرض السكري. حتى الناس اللي ما عندهمش مرض سكري، ممكن الناس اللي أخواتنا واللي هم اللي بيحاولوا يعملوا نظام الديتوكس، هذا الديتوكس عبارة عن تخلي على كثير من الأغذية، اللي هو نظام لمدة 40 يوم، هذا الإنسان تخلص من السموم، هذا السموم، وبعدين تنظيف الجسم من السموم، تنظيف الدورة الدموية. كيف تتم هذه العملية؟ هذه العملية يعملها المشاهير وكذا، هذه عبارة عن التوقف على كل أكل، شرب الماء بطريقة طبعا كافية، شرب بعض العصائر اللي هي غير دسمة، العصائر اللي تحضرها أنت في البيت مثلا، اللي هي ما فيش لا تضاف فيها السكر، الابتعاد عن المنبهات والتدخين تماما. اوكي. كنا نشرب الماء، بعض العصائر، بعض الفواكه منها مثلا الموز والتفاح، يقال الخوخ ايضا فقط. اكل السلطات بطريقه، يعني سلطه ومنها الطماطم والخيار والسلطه الخضراء بس. اذا اعتماد على اكل او رجيم اكل بطريقه اللي هو عباره عن تعطي الجسم فرصه انه هو يفقد الوزن، او الجسم فرصة أنه يلتقط أنفاسه ويتخلص من السموم، يتخلص من كل الأسام المضادة. السموم ربما الخبيثة التي تبقى في الجهاز الهضمي وتسبب العديد من المشاكل، ما هي؟ أول شيء الأكل غير صحي، الأكل المعلب مثلا، مواد حافظة، الأدوية اللي بناخذها سواء كان أدوية الصداع، أدوية غير، هذه هي تعتبر حتى هي سموم. الشرب، المشروبات هذه الطاقه فيها سكريات كثيره، فيها سموم، فيها مواد حافظه. شرب المنبهات، الكافيين وغير، كيف تخلص من جسمك؟ التدخين، كل هذه تعتبر سموم. شرب الكوكا كولا والكذا، هذه فيها طبعا بعض الخبز يحتوي على محسنات، هذه كلها سموم، هذه توقف الجسم. إذا هذه فرصة أتخلص من كل هذه، سواء كان سموم، سموم بسيطة أو سموم مركبة، عشان الجسم يتخلص منه. وهذه موضوع الديتوكس، الديتوكس هي فرصة ممتازة جدا تخلص من كل هناك المواد اللي أشرت إلى ذلك في الجزء الأول من حلقة دكتور، إعادة تسخين الغذاء. طبعا هذا أنا شفت أكثر من خبير في التغذية كذا يقول لك أن الغذاء يؤكل ولا يسخن، لأن أنت بتوضع في الثلاجة. ليش؟ من ناحيتين، اول شيء كما نعلم ان البكتيريا موجوده في كل مكان، صحيح. فانت الغذاء هذا بتاكله دلوقتي، انت طبخته اليوم مثلا، فرصه البكتيريا حتدخل فيه طبعا، مش حاط اي حاجز، تتراكم فيه، انت تقلل منها لما تحطه في البراد، لكن وجوده في البراد حيفقد ايش؟ قيمته الغذائيه. سواء كان 40% 30% 50%، اذا يفقد. لما انت تسخنه ثاني ترجع البكتيريا من جديد، صحيح. ومع اذا الاكل يصبح
فاقد قيمته الغذائيه بكميه كبيره، يقال حافي. انا شفت في التحليل يقول لك 70-80% ووجود البكتيريا. اذا ينصح بقدر الامكان انك انت الاكل اللي تطبخه تاكله خلاص، يعني تحط في البراد الحاجات. انا نعلم انه في طبعا ناس تشتغل وكذا، قيل الان ان البراد هذا يعتبر يعني الناس زمان لما كانش عندهم براد كانوا احسن صحيا، اقوى صحيا من نحن. صحيح. طيب دكتور، ننتقل الى العنوان الثاني في هذه الحلقه وهو سرطان البروستاتا. بس نخلص النقطه هذه لو تسمح لي. عندك اطفالنا اللي هم صاموا، سواء كان اللي هم كيف بدوا في الصيام، لازم نساعدهم على التاقلم عشان ننصحهم شو بياكلوا شو. اذا وجه هذه نقطه. الناس اللي تمارس الرياضه، في ناس تمارس الرياضه قبل رمضان ووقفت في رمضان. والله انا طبعا ما يعني في نوع الناس استمرت، في ناس وقفت. اللي وقفوا الرياضه نتيجة عدم النوم كذا انشغالاتهم، لما يرجع رمضان بعد رمضان الرياضه يرجع بالتدريج، ما يحاولش يرجع بالقوه، يحاول يرجع بالتدريج. هذه نقطه. وقلنا تكلمنا على مرض السكري، واللي هم الناس اللي عندهم مرض الجهاز الهضمي، القولون العصبي، الكرون ديزيز، الناس هذه حتى هي ترجع بالتدريج. بس هذا بس حتى عشان الافاضه. طيب ننتقل الان الى موضوع، الموضوع هو جد دقيق طبعا، هو سرطان البروستاتا. اولا تعريف لسرطان البروستاتا. طبعا سرطان البروستاتا هو احد في هنا في الولايات المملكه المتحده هو في السرطان القاتل رقم 2 بعد سرطان الرئه. سرطان البروستاتا يعتبر القاتل، كان رقم 4 دلوقتي صعد الى رقم 2. طبعا هو سرطان يعتبر خفي، يصيب الرجال من سن 40 الى سن 80 مثلا واكثر. الحكومه الانجليزيه عملت في السنه هذه عملت ميزانيه خاصه حوالي 70 مليون جنيه استرليني لمكافحه، كان يكافحوا التدخين، كانوا بيكافحوا عشان ايش؟ مكافحه مرض السرطان البروستاتا. انتشاره صار بشكل كبير لان الاكتشاف المرض، لانه ما فيش اعراض يصبح متاخر. لذلك الحكومه تحاول ان تكتشف المرض في يعني في مبكرا عشان الشفاء منه اسهل، لانه هو عباره عن مرض خفي ويتمكن من الجسم بطريقه يسموها السايلنت، اللي هي طريقه صامته جدا. طيب الاسباب، ما هي الاسباب لسبب هذا المرض؟ طبعا لا يوجد سبب طبعا واضح يصيب كل الذكور، طبعا سبب واضح. السبب الرئيسي اللي هو كما يقال هو اللي هو الوراثي. لو انت ابوك او عمك عنده سرطان البروستاتا حتى انت حتصيبك سرطان البروستاتا. فاحنا الناس اللي نبدو بهم الناس اللي عندهم تهيؤ لابوه مثلا عمه اخوه عنده سرطان البروستاتا، هذا حنقول له انت لو عندك. لذلك نعمل له كشوفات. هو الكشف عباره عن تحليل دم، يعني لا نعمل اكثر من تحليل دم. الان بيقول لك في الجرائد، شفت انا ذيك اليوم يقول لك والله اللعاب مش عارف ايه، هذه كلها في طور البول، هذه كلها في طور الابتكار وفي طور التطوير. لكن اللي متعارف عليه الان اللي هو تحليل الدم. ولكن هذا يعني مساله الوراثه هي مرتبطه بسرطانات اخرى. طبعا. هل هناك يعني حتى اسباب ربما في نمط عيش الرجل، في ايقاع حياته طبعا ربما؟ طبعا ايقاع حياه الرجل من ناحيه التعدد. طبعا يقال انه هو تعدد الزوجات مش يقي من مرض السرطان البروستاتا، لكن لا يوجد سبب يعني علمي مدروس. عادات الاكل وعادات التوتر، الانسان اللي بيتوتر اكثر، الانسان اللي هو الهاي لايف ستايل، هذا اللي هو ستريس ستايل، هذا يسبب. لكن لا يوجد سبب واضح اكثر من السبب الجيني. السبب الجيني هذا اكثر سبب واضح الان ومثبت. يقال التدخين، لا يوجد سبب تدخين واحدة من الأسباب اللي هي تسبب. طبعا عدم الزواج حتى هو يقال أنه هو سبب للسرطان. الناس المتزوجة عندها أقل فرصة أن هي تكرر التهابات البروستاتا. إنسان مثلا إحنا في العيادة، أنا شفت لما كنت في السعودية وحتى هنا بنشوف كميات كبيرة من الناس اللي هي عندها التهابات البروستاتا المزمنة. قيل هذه الالتهابات قد تتحول الى تسرطن فيما بعد لو لم تعالج بالطريقه الصحيحه وبالطريقه السليمه. طيب الاعراض، الان ننتقل الى الاعراض. طبعا اول شيء لا يوجد اعراض. يعني احنا هذا ربما سمي صامت. بالضبط. احنا كيف نكتشف؟ انه المريض يروح لكشف دوري،
فالجبي او الدكتور الصحه وكذا يقول نعمل لك تحليل دم لسرطان البروستاتا، البروستاتا اللي هو يسمى فيه البي اس سي او البروتين بتاع ملازم بروتين البروستاتا. ففيه طبعا احنا عندنا نسبه معينه للعمر مرتبطه بالعمر، فيحاول بعدين الاستشاري متى يحولنا المريض. هذه واحده. المريض يكون عنده اضطرابات في التبول ساعات، يصير عنده دم في البول سواء كان دم واضح او غير واضح. اوكي. ألم مثلا في جهه الحوض ساعات، لكن هي اكثر شيء هي او النسبه الكبيره اللي هو لا يوجد اي اعراض. هذه مساله اضطرابات البول. يعني هي كيف تكون يعني كيف تكون يعني مثلا المريض يكون عنده انتظام في التبول او يكون عنده فيلاحظ هل هناك معدلات صحيه يعني العدد مرات التبول اليومي ولا يعني مثلا ما هو ما تعودت عليه انت مثلا ماشي على نظام طول عمرك مثلا من سن البلوغ الى مثلا مرتبطه يعني بعدد التبول يعني. لا هي مرتبطه بالسوائل والرياضه والتعرق وكذا، هذيك بالنسبه هذيك حاجه نسبيه. لكن انت تلاحظ انك انت الدفق بتاع البول ضعف، تلاحظ انك انت تكرار البول في الليل اكثر، التحكم في البول اصبح اقل شده، لا تحكم في البول تروح بسرعه ما عندكش. فتلاحظ انك انت يعني عاداتك هذه بتاع اخراج البول اصبحت مختلفه او تختلف عن عندي سبق، انك انت اصبحت فيه اختلاف. هذه اللي هي تقودك الى في مشكله. طبعا احنا لازم نكون نفرقها مع اللي هو الالتهاب او تضخم البروستاتا اللي هو الطبيعي اللي هو بالعمر، حتى هو يسبب هذا يسبب اضطرابات في التبول طبعا كذا، لكن ايضا السرطان يسبب حتى هو يسبب اضطرابات في التبول بكميه اقل. طبعا كاي نوع من السرطان هناك مراحل متقدمه ومراحل متاخره. طبعا كيف نميز بين من لديه سرطان في مرحله متقدمه ومن لديه يعني وصل ربما لمراحل ميؤوس منها؟ نعم، في عندنا ثلاثة أنواع لسرطان البروستاتا. في السرطان اللي هو في البروستاتا نفسها، يعني لم يطلع خارج البروستاتا، هذا النوع الأول. هذا ليس له أعراض لأنه في البروستاتا عبارة عن بقعة صغيرة في البروستاتا. النوع الثاني اللي هو خارج البروستاتا بس في الحوض، هذا عنده أعراض طب الحوض وكان أوجاع في الحوض، اضطراب في التبول، دم في البول، هذا يكون عنده أعراض في العادة، وهذا نوع هذا طبعا سهل علاجه. النوع الاول والثاني سهل. النوع الثالث اللي هو يكون الورم انتشر في العظم، يروح العظم ويجي المريض طبعا بالام في العظم وكسر في العظم، لو كسر طبعا باثولوجي، هذا طبعا مرحله متقدمه وهذا علاجه اصعب. يعني وعلاجه يكون طبعا دوائي اكثر منه جراحي. اذا العلاج الاول النوع الاول اللي هو النوع اللي هو مازال في البروستاتا ولم يطلع منها، هذا علاجه بالجراحة، تدخل جراحي بإزالة البروستاتا ككل، سواء كان تدخل جراحي بالفتح أو بطريقة المناظير، نعملها باثنين فتح وبالمناظير، نفس الشيء جراحة المناظير. الثاني النوع الثاني اللي هو طالع شوية من البروستاتا أو في العقد الليمفوية في الحوض، هذا تدخل جراحي أو تدخل إشعاعي مثلا علاجه مثلا بالأشعة. والنوع الثالث هذا أغلب الشيء علاجه بالأدوية، الأدوية اللي هي في أدوية معينة تعطى للمريض، هذا العلاج النوع الثالث. طبعا درجة الشفاء تقل مع النوع، النوع الأول أحسن شفاء كامل، النوع الثاني شفاء 70-80%، النوع الثالث ممكن لا شفاء له، لكن يتحكم فيه لكن لا يوجد شفاء. طيب البروستاتا كعضو ما هو دوره في الجسم بالنسبة لنا؟ هناك عالم أمريكي قال لولا البروستاتا لا يمكن أن تنجب المرأة. يعني احنا مش موجودين. بروستاتا عضو حساس جدا، نحن نعلم بالتشريح الكلينيكي والتشريحي ان الحيوانات المنويه تسبح لفتره طويله جدا، هي يعني تسبح من يعني ماراثون يعتبر بالنسبه لحجمها. لذلك البروستاتا موجوده عشان تديها الاكل والملسان عشان تواصل. لو ما فيش بروستاتا اذا لا يمكن تواصل، لا يمكن يصير فيه اخصاب للمراه، اذا لا يمكن يكون فيه بشر. فهي عضو تمام، فاحنا اللي بنشيله البروستاتا بنقول له انت مش حتنجب له. يعني فرصتك في الانجاب حتكون ضئيله جدا. ومتى تصلون لهذه المرحله يعني؟ مثلا هو يكون عنده مثلا مرحله متقدمه من العمر، واحد عمره 50 60 سنه مثلا، يكون اكمل عائلته خلاص، ما لا مثلا في العالم في الغرب ما اقول خلاص انا يعني عندي 2-3 اطفال ما لا اريد اكثر. ممكن دول عربيه احنا، لكن هنا في الدول الاوروبيه
يقول لك انا عندي خلاص لا اريد يعني هو يكون اختياري او لا، ولكن ربما متى انتم الاطباء تصلون للقناعه بانه يحتاج. اذا كان عنده سرطان معين وانا في 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 عندنا جايد لاين في عندنا موجوده اللي هي عباره عن احنا وصلنا لقناعه انك انت لازم تكون تعمل عمليه، واحده من مضار العمليه او كذا انك انت لم تنجب بعدها، خلاص نشيل البروستاتا لا يمكن ان تنجب. اذا هو بيعمل توازن بين بنقول لأنك أنت هل نشيل الورم وبين الإنجاب. في طبعا في بعض دول السويد والدنمارك بيعملوا تخزين للسائل المنوي، بيخزنوا السائل لمدة 5 سنوات أعتقد، وبيقول خلاص إحنا عملت عملية بخزن السائل المنوي كذا مش عارف بيعملوها، لكن مدى دقتها ومدى فعاليتها مش معروف. طيب كيف يمكن كأي عضو في الجسم كيف يمكن الحفاظ على يعني على وضع سليم للبروستاتا؟ أول شيء طبعاً ينصح بالزواج، هذه مهم جداً لصحة البروستاتا، لأن الغير متزوج معرضة أكثر للتسرطن والالتهابات. إذا الزواج، واحدة من فوائد الزواج هي صحة البروستاتا اللي هي عضو داخلي في الذكر طبعا ما تشافش من الخارج. هذه حاجه. الاكل الصحي مهم جدا، سواء كان شرب اي رياضه، اكل صحي تحافظ على كل اعضاء الجسم ومنها البروستاتا بدون اي طبعا عدم تناول المنشطات الجنسيه. يعني في ناس بيجيبوا لهم ادويه من الصين من الهند بيقول لك هذا الدواء مش عارف ايه هذا كذا، هذيك تؤثر في البروستاتا. حاول ان تعالج الالتهابات. أنا شفت كميات كبيرة سواء كان في السعودية ولا حتى هنا، كميات كبيرة من الذكور مقتبل العمر عندهم التهابات بروستاتا متقدمة. هذه لازم تعالج، لو لم تعالج لا سمح الله تحول لسرطان فيما بعد. ما هي أعراض هذا الالتهاب؟ حتى هي نفس أعراض السرطان وأقل حتى؟ لا أقل، لا التهاب أكثر شيء. المريض بيجيك مريض طبعا في عمر 30 25 20 إلى 30 تقريبا، بيجيك باضطرابات تبول غير يعني غير واضحة المعالم، وبعدين ألم شديد سواء كان بعد الجماع أو أثناء القذف أو في أي ما يعملش أي مسبب واضح. الألم في العمر طبعا هذه 20-30 عبارة عن اضطرابات غير واضحة، ما يقدرش يمسك البول مثلا، الدفق كذا، اللي تكرار التبول بشدة، عدم وجود سكري بعد وجود أي عارض ثاني، هذا يؤدي الى ان في التهاب. طبعا مع وجود التهاب البول هي عاده، لكن هي اكثر شيء الالام طبعا، الام الحوض والام غير 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 واضحه المعالم. طيب ما هي، اشرت دكتور الى المنشطات الجنسيه وكذا، هل هناك سلوكات وممارسات اخرى ربما تعتبر عدوه طبعا المنشطات اللي بياخذوها هذه من اونلاين، بياخذوها من زي ما قلنا من النوت اكريديتد، مش ناس مش فيهاش اي غير معتمدة طبيا وعلميا، بيشتروها من اونلاين، بيشتروا صينيه وكذا، بيقول لك كذا واعشاب وما اعشاب، هذه غير ممكن تاثر اكثر ما تفيد طبعا. هذه حاجه. في الحاجه الثانيه اللي هي استعمال مثلا الدهونات هذه او كذا في العمليه، هذه تؤدي تسبب تهيج في البروستاتا في بعض الاوقات، بعض الغطاء، كل الحاجات اللي غير صحيه كلها تسبب طبعا مشاكل في البروستاتا. طيب ننتقل الان الى مساله تشخيص، كيف يتم تشخيص طبيا كلينيكيا طبعا كيف يتم مهم تشخيص جدا اللي هو تحليل الدم اللي هو يسموه البي اس اي او تحليل البروتين المتلازم على البروستاتا، هذا ممتاز. اكثر الاحوال اذا كان عالي، وعندنا ارقام معينه، في ارقام حسب العمر، لعمره اقل من 40، لعمره بين 40 و 50، 50 60 الى 80، كل عمر عنده حد معين من الى. طيب لو تعطينا يعني فكره عنه، مثلا عندنا مثلا واحد مثلا عندنا مثلا الفقر بتاعنا 10 و20، هي طبعا الطبيعي الى 4، اذا كان انت المعدل بتاعك اقل من 4 اذا نسبه حدوث السرطان اقل كثير. لو لقينا واحد مثلا في عمره عنده 10 هذا ممكن يكون سرطان. لو واحد مثلا في عمره تقدم عنده 20 هذا احتمال كبير سرطان. انا شفت واحد مره 13000
كم عمره؟ كان عمره حوالي 52 تقريبا. هذا اكبر عدد شفته. في شوف 1000 2000 هذا الرقم على البروتين؟ لا هذا البي اس اي هو طبيعي من 0 ل 4 هذا هذا المعدل. طبعا العمر قد مع العمر البي اس اي هو اسم التحليل اللي هو البروتين سبيسيفيك انتيجين او متلازم البروتين تحليل دم طبيعي ما فيش شيء. فانت الافرج بتاع اللي هو من 0 ل 4 دلوقتي قالوا 6 توصل حتى 6 لكن هي احنا اقل من 10 هذا يعتبر في شك لكن مش شك كبير. اكثر من 10 في شك كبير، اكثر من 20 الشك اكثر. ووجدتم حاله وصلت 13000؟ انا في حاله شفتها 13000 حاله كان عنده كسور نتيجه السرطان متقدم جدا. هو توفى المريض هذا نتيجه سرطان البروستاتا كان عنده 13. هذا اكبر رقم شفته، لكن 500 600 1000 2000 هذه نشوفها كثير يعني. طيب مرحله التشخيص تتم عبر هذا التحليل عندما يتم لو جاني واحد مثلا شخص مصاب بالسرطان. طبعا لو جاني واحد مثلا ب 1000 هذا خلاص سرطان بروستاتا يعني في احتمال 99% 9 من 10 نقول مثلا 500 300 ارقام كبيره هذا كده سرطان بروستاتا متقدم يعتبر. المرحلة التي تلي التحليل ما هي؟ اللي هي طبعا واحد عنده مثلا احنا بنعمل تحليل البول هذا قصدي الدم، بعدين بيجيك المريض طبعا على اساس انه في شك. هنا في طبعا عندهم حاجه كويسه اللي هي يحول من طبيب العائله خلال اسبوعين، وعلاجه ككل خلال 40 يوم. يعني خلال 40 يوم لازم يكون عامل علاج. التشخيص طبعا يعمل بحاجتين، انا عشان اشخص عندي تحليل دم اللي هو شك يعتبر في طبعا عندنا اللي هو اخذ عينه من البروستاتا نعمل هذه في قسم الاشعه، وعندنا احنا عينه من البروستاتا. العينه هذه بطريقه معينه عن طريق المجلس الصوتيه ناخذ عينه، والعينه هذه نبعثها للتحليل الهيستولوجي ومعها ايضا الان نعمل تحليل هو الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي للبروستاتا. لو واحده منهم طلعت بوزيتيف يعني يا اما صوره الاشعه ورت ان فيه احتمال سرطان، ولو ان الخزعه الاخدناسه طبعا ايش نوع السرطان؟ في انواع عده صحيح. مشكلته ان السرطان الوحيد اللي هو فريد من نوع سرطان البروستاتا انه هو عنده ايش عده انواع. يعني عندك اللي يسمونها الهاي فوليوم اللو فوليوم هاي ديزيز اللي هو كميه كم السرطان متوزع وكم كميته في البروستاتا نفسها، وهل هو خارج البروستاتا. في طبعا في عده حاجات علميه مش عايزين نسهاب عشان المشاهد. سنواصل دكتور في مراحل التشخيص ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا، سنعود بعد هذا الفاصل القصير، فرجاء تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج كيف الصحة، والتي نناقش في هذا المحور الثاني سرطان البروستاتا أسبابه وطرق العلاج وكذلك أعراضه مع الدكتور ناصر الرمضاني. دكتور أهلا بك مجددا. نعود إلى توقفنا قبل الفاصل عند مرحلة التشخيص، نعود لاستكمال بقية مراحل التشخيص. فقلنا التشخيص يتم بأخذ طبعا خزعة أو عينة من البروستاتا وصوت الأشعة. كنا بنعمل واحدة الآن نعملهم اثنين مع بعض لازم حسب القانون في الجديد. وأي واحدة تكون فيها تكون موجبة أو تكون تشخيص إذا يصير في نقاش العلاج. طبعا العلاج هنا مركب، وعلاج طبعا يحتوي على مراحل على حسب عمر المريض. إذا كان عمر المريض صغير فعنده فرصة للشفاء أكبر، فيصير في تدخل جراحي سواء كان تدخل بالفتحة، وهنا تدخل جراحي يكون بالمناظير. في شريحة من المرضى اللي هم يسموا فيهم اللي هو المراقبة اللصيقة اللي هو أنت إيش كل 6 أشهر بتعملوا تحليل دم ثاني، متابعة يعني متابعة دائمة دورية مهمة جدا، اللي هي بتاع صغار العمر يسموها أكتف سيرفيلانس اللي هي عبارة عن متابعة لصيقة تشوف هل تغيرت او الاعراض. ان عارفين هذا المريض هذا عنده سرطان خلاص لكن هو لا يريد العمليه، يقول لك انا عايز استنى شويه، دي فرصه
وطبعا هذه فيها عباره عن بروتوكول معين، انك تعمل له اشعه خلال سنه، خلال سنتين اشعه رنين مغناطيسي، وتعمل له تحليل دم وتشوف هل في تقدم، هل في تطور ولا لا. اذا هذا ممكن حتى يستمر حتى 5 سنوات ولا ولا ولا, ولا فيها اي مشاكل. بالنسبه للعمر الكبير من فوق ال 80 نسموها الوشفل ويتنج، او اللي هي مراقبه لصيقه من نوع ثاني، اللي هي ليس لها علاقه بالاعراض بل لها علاقه بتطور المرض. يعني احنا عارفين المريض يكون عنده اعراض في الاصل، لكن هل المرض تطور وصل الى مرحله اذا هل يستوجب علاج او لا؟ هذه طبعا توقف من مريض الى اخر. صعب ان لماذا يعني الاشخاص الذين يتجاوز عمرهم 40 سنه يكونون اكثر عرضه للاصابه بهذا المرض؟ نتيجه طبعا في فكره عامه ان مقاومه الجسم، والسرطان ايش يقاوم؟ يقاوم مناعه الجسم، المناعه او الجسم. الجسم خلال بعد الأربعين طبعا مناعته وقدرته وكفاءته تقل مع تطور العمر، هي بدايه الشيخوخه بيسموها. فطبعا هذه بتخليها اكثر عرضه للالتهابات، السرطانات وللمشاكل، سواء كان اي مشاكل. سنواصل النقاش دكتور، لكن بعد هذا الاتصال الهاتفي. ابو الريم من المغرب، كل عام وانت بخير، تفضل. السلام عليكم يا دكتور. أريد أن أسألك حول البروستاتا. عندي تضخم حميد في البروستاتا، عمري 66 سنة، وعملت بحث في المخبر فخرج لي عندي 3.49، فقال لي الدكتور عندك تضخم حميد. تضخم؟ تضخم ماذا؟ تضخم الحميد. تضخم حميد. هذا الرقم 3.94 ديالاش؟ اي رقم؟ 3.49 عندي في البروستاتا. اوكي بي اس اي. اوكي اوكي. وقال لي هناك بين 4 و6. بالسن من 60 حتى 70 سنة. صح كلام صح. طيب أريد أن أسأل دكتور، هل هذا البروستاتا، هذا المرض وهذا التضخم، هل له علاقة بأمراض مثل القلب، مثل الكلى، مثل، هل يؤثر على أعضاء أخرى أم لا؟ أوكي هنقول لك إن شاء الله. تأخذ أدوية يا أخ أبو الريم؟ نعم يا أخي. تأخذ في أدوية عشان الدفق وعشان البروستاتا، ولا ما أدوك أي دواء؟ لا لا لا، لم يعطيني اي دواء. هل عندك اعراض في التبول ولا ما فيش اعراض؟ عندي في فصل الشتاء لما يكون الحال بارد اتبول بالليل 3 مرات 4 مرات. اوه. وبعد التبول لابد من قطرات بعدها. اوكي اوكي. لما انام تسقط بعض القطرات. في الصباح لما تقوم في الدفق كويس ولا ضعيف تحسه؟ لا ضعيف يا دكتور، ضعيف. ولا تاخذ اي ادويه؟ ضعيف ومتقطع. معك كويس كويس. وما تاخذش اي ادويه ثانيه ولا ادويه للبروستاتا؟ ما تاخذش في اي دواء؟ لا اي دواء، لا اخذ اي دواء. كويس، ونجاوبك ان شاء الله. شكرا لك ابو ريم على اتصالك، وان شاء الله تسمع الاجابه من الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التضخم اللي هو التضخم الحميد هذا 99% و9 من 10 حيصير في اي ذكر بعد السن ال 50 حصل له تضخم كالشعر الابيض. هذا فسيولوجي، ليس له علاقه باي مرض. علامه شيخوخه. بالضبط، علامه شيخوخه بالضبط. وهو التضخم هذا هو عمره 66، رقم البي اس اي بتاعه كويس يعني، لكن طبعا عنده الاعراض. هذه اعراض وعنده تضخم، طبعا هو ما قاليش كم حجم البروستاتا، لان احنا دلوقتي بنقيسها 30 جرام 40 50، احنا نسينا ما سالناش شيء. لكن من الاعراض اللي حكى عليها ان هو عنده طبعا لازم يحتاج الى دواء. احنا بندو 3-4 انواع من الحبوب متوفره في السوق كده، متوفره في المغرب. حبوب هذه بيديها الدكتور وتؤدي الى يعني تحسن كثير في الاعراض. هو طرح قال طبعا اذا كان استمرت الاعراض حتؤدي الى مشاكل في الكلى وفي المتانه، فلازم من الان يفكر هل هو بياخذ الادويه اللي هي لازم ياخذها لمده 2 سنين، والا بيعمل عمليه، في عملية بالمنظار نعملها عشان إزالة البروستاتا بالمنظار، ممتازة جدا عملية ويعني متعارف عليها ومألوفة وحل ممتاز جدا. الآن قبل لا يبدأ إيش؟ لأن
المشكلة أن تضخم البروستاتا بيغلق تدفق البول فبيأثر على المتانة وبعدين يأثر على الكلى. إحنا جينا ناس في وضع متأخر بصير عندهم يعني فشل كلوي، يعني مش واحد، مش حتى هنا في بريطانيا، يعني الدول العربية ممكن عندهم مش ثقافة، لكن هنا حتى بريطانيا يجيك مريض بفشل كلوي. أنا شفت برضه حتى في يعني بيجيب فشل كلوي من نتيجة الضخم، هو يقول لك أوكي 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 يأخذ الوقت يمشي معه لنصير فيه فشل كلوي. حول الله. هي هذه يعني تنصحه دكتور بتناول بعض الأدوية ليس لها المضاعفات؟ هو عنده أعراض، يعني الأخ أبريم عنده أعراض، أعتقد عندك أعراض لازم تأخذ دواء وإلا وليس لها أي مضاعفات هذه الأدوية عادية؟ لا لا، أدوية ممتازة جدا، أدوية متعارف عليها، يسموها الألفا بلوكرز، معروفة في عدة شركات تعملها، أدوية ممتازة. وإلا إذا كان يحبش يأخذ الدواء ويقول لك والله أنا عايز حل سريع، يعمل عملية، لأنه هو عنده أعراض وشكل أعراض قوية جدا. يعني عادة مع وجود الأعراض بيكون المريض على الأقل عنده 5-6 سنوات على الأقل، هو أكيد بدت له من سنة 60، وإذا 66 معناه عنده 6 سنوات، يعني يعتبر مرحلة متقدمة وعنده أعراض، خلص لازم في حل وإلا حتتطور الحالة. طيب دكتور، تحدثنا عن مرحلة التشخيص، الآن اقتنعتم بأن المريض مصاب بسرطان البروستاتا، كيف تبدأ عملية العلاج؟ عندنا الجلوس مع المريض، عندنا طبعا عندنا اللي يسمى فيها المكملة الناس اللي هي ممرضة اللي هي السرطان، تقعد مع المريض، نقعد مع العائلة، لأن هذه طبعا لها مشاكل زوجية ومشاكل مع العائلة، وأن المريض كلمة السرطان بحد ذاتها تعتبر رعب للمريض والعائلة كذلك، فبنقعد معاه ونفهمه. عندنا كتيبات، طبعا أنا نسيت ما جبت فيها، عندنا كتيبات تصدرها الحكومة اللي هي كتيبات تفهم المريض نوعية مرضه وإيش، لأن أغلب المرضى بيحتاجوا إلى تثقيف ومعلومات عشان يتحاول يتعايش مع المرض، يتعايش مع السرطان. وبعدين بنعمل له خطة علاجية، هل أنت تريد عملية، تريد المراقبة أو العملية، هل تريد العلاج الإشعاعي، في عندنا علاج بالإشعاع طبعا نعطيه لبعض المرضى، ولهذا والناس اللي بنعطيها علاج إشعاعي هذه بنبعثها إلى خبير الأورام أو استشاري الأورام اللي هو بيشرف على العلاج الإشعاعي. في علاجات متقدمة تانية ابتكرت الآن، عبارة عن أدوية يدوها اللي هي نوع من الكيموثيرابي، لكن نوع من الأدوية بيخدها بالفم، أدوية بسيطة جدا غاليه طبعا شويه، هذه بدها اللي هو استشاري الاوراق. فاحنا بنوقف مع المريض بنعطيه خطه متكامله، يعني بيروح وين وكيف بيعمل وكم العلاج وكم المراقبه وكم وايش يتوقع في النهايه. طبعا هذا التحضير النفسي طبعا بالضبط. هو المريض في اكثر السؤال بيقول لك انا امتى حموت، هذا في وضع يسرق كل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن بنقول له ان سرطان البروستاتا غير قاتل في اغلب الاحيان. انا شفت طبعا كثير الناس توفوا منه، لكن هو في مثل سرطان العظمة والسرطان الثاني عباره عن سرطان تتعايش معه. لكن طبعا المشكله ان في كلمه سرطان المريض يصبح يصاب باضطراب، حياته تتغير، يصاب طبعا باكتئاب، انا عندي سرطان، يعني حتى ولو انت فهمت وقلت مش عنده اكتئاب، عنده يصير عنده مشاكل اجتماعيه، بيصير انطواء، بيصير عنده مثلا مشاكل زوجيه، الزوجه تخاف تقول لك انا انتقل لي السرطان مثلا، هذه عباره عن طبعا موجود في المجتمع بس هي اشاعات. لا طبعا، لكن طبعا صعب انك انت تشيل حاجات اللي هي عباره عن ترسبات. المريض طبعا بيصير له مشاكل في الشغل، بيقل انتاجه، يعني إذا في انطواء، إذا في حتى هذه مشاكل حتى تحاول تحلها، هذه مرتبطة بالسرطان. المشاكل الاجتماعية والمشاكل الشخصية اللي تصير المريض هذه هي حتى بحد ذاتها هذه مشكلة. لازم حتى هي أن نحاول، طبعا في بعض المرضى بيصير لهم سرطان البروستاتا يهاجم الجهاز العصبي فبيصير في شلل في الرجلين، ففي مرضى شفتهم هناك احتمالية، في احتمالية تصير مرضى شفتهم كان بيمشي ثاني يوم عاش يمشي، يقول لك أنا خلاص ما عاش نوقف يا دكتور، أو عندي مشاكل في المشي أو كذا. هذا بنحوله بسرعة، عندنا في مركز في مستشفى شارين كروس فبنبعتهم هناك بدون أشعة وكذا، طبعا بيمشي معكاس، طبعا هذه يمكن يعالج ولا خلاص يعالج، لكن طبعا مش مية مية، فبيصاب بفقدان في الحركة طبعا. فهذه كلها أنت بتحضر المريض، وهذه الكتيبات اللي عملتها الحكومة هذه عبارة عن تحضير المريض، المريض لازم يأخذ كل المعلومات، لا يفاجأ أنه هو
فقد الحركة أو أنه هو فقد يعني صارت له مضاعفات أو صارت له مشاكل، المريض لازم يكون على بينة ماذا سيحدث، ولو حتى في احتمال ضئيل أن هذا يحدث أو لا يحدث، لكن لازم المريض يكون على بينة. مدة البرنامج العلاج تكون طويلة؟ إذا كان عملية طبعا، إذا كان عملية جراحية طبعا إحنا نعمل عملية جراحية نعرف نوعية السرطان ككل، بعدين ندي خطة علاجية قد تستمر خمس سنوات متابعة طبعا من طرف الحناء أو من طرف استشارة الأورام حسب النوعية هذه، هل صارت له اضطرابات في البول، اضطرابات في العلاقة مثلا الزوجية، كل هذا لازم تحل هذه العملية. جماعة هم الانتظار الترقب حتى هم 5 سنوات أولية، بعدين يضاف 5 سنوات ثانية إذا كان حسب عمره مثلا، حسب مثلا سنه والأعراض، وهل في أعراض ما فيش أعراض إلى آخره حسب، لكن كل مرضى فيه يحضر يعني بمراقبة شبه لصيقة أو دورية. هذه 5 سنوات الأولى ما هي المراحل التي يمر منها أو ما هي العلاجات التي يمر منها المريض؟ يتوقف إذا كان عمل عملية المتابعة اللي هو هل يرجع السرطان ولا لا، إذا متابع بتحليل دم. ما هي نسبة يعني نجاح العملية في التخلص؟ عادة في النوع الأول 90%، نسبة كبيرة جدا. في النوع الثاني حوالي 75-80%، في النوع الثالث طبعا أقل من 40%. والنوع الثالث نعمل عملية لأن السرطان انتشر خلاص، إلا إذا كانت تعمل عملية تسريح للبول، حتى البروستاتا تضغط على تعمل مشاكل كبيرة في البول فبنعمله تسريح بس، لكن هذا لا يشفى من السرطان. طيب مرحلة العملية بعد العملية ماذا هناك؟ إيه بعد العملية في متابعة طبعا، مهم جدا المتابعة تصير بتحليل الدم طبعا، وهنشوف تحليل الدم هل طلع ما طلعش، نوعية التحليل، هل عنده أعراض المريض، إيش نوعية الأعراض، اجتماعيا نفسيا كيف تصرفه، هل متقبل، هل يعني هل قاعد في وظيفته وساب وظيفته مثلا، علاقته بأسرته، علاقته بزوجته، كل هالحاجات هذه متضمنة طبعا. وبالنسبة للتحاليل تبقى مستمرة البطارية فقط تقتصر على الدم؟ 6 شهور دم بس، الدم نعمل صورة أشعة إذا كان حسنا أن في رجوع سرطان في العملية نفسها، نعمله صورة اللي هي الرنين المغناطيسي اللي هو المركب لعضو البروستاتا، وهذا يشوف، وهذه قلة من المرضى مش كثير الحمد لله. طيب كيف تكتشفون بأن المريض شفي من سرطان؟ إذا كان 5 سنوات وتحليل دم كان يعني محبط، تحليل الدم كان في وتيرة واحدة ولا يوجد أي ارتفاع، إذا هذا شفي منه تمام الحمد لله. طيب كبقية السرطانات، هل حتى سرطان البروستاتا لأنه الناس يقال لها أنه تم علاجها من السرطان بعد ذلك يعود، هل هناك احتمال؟ ممكن يعود طبعا. إذا كان أنت لم تشيل البروستاتا بالكامل قد يعود، إذا كان البروستاتا اللي هو النوع الثاني اللي هو البروستاتا منتشرة خارج قد يعود طبعا في العقد الليمفاوية أو قد إذن، لكن احتمال العودة من زي سرطان ثاني يعني احتمال ضئيل في أغلب الأحيان الحمد لله. طيب الآن هذه مرحلة العلاج، ما بعد العلاج؟ وهي عندك العلاج يتوقف على المتابعة ما بعد العلاج، واللي هي المساندة النفسية والشخصية، مساندة المريض مثلا، المريض قد يكون خلاص تخلى عن شغله، إذا لازم تساعده عشان يأخذ معونة من الدولة مثلا، هذه واحدة من الأمثلة. المريض مثلا يحس نفسه أنه تعبان يحتاج إلى تحويل إلى دكتور نفساني مثلا، عشان يحتاج نجلس ونتكلم معاه اللي هي كونسلينج أو عبارة عن عملية ما بعد العلاج أو أثناء العلاج، لأنه هو عنده علاقة مشكلة مع أولاده مع أسرته، صارت متوتر، صار تغيير سريع الغضب، فلازم أنت بتوضح له الأشياء وبتحاول دي له عملية تطمين عشان يرجع لحياته الطبيعية. طيب أكيد دكتور خلال تعاملكم مع المرضى، ما هي الحالات التي كانت ربما مستعصية والحالات التي تم شفاؤها وتمت بنجاح؟ الحمد لله احنا عندنا نسبة شفاء كبيرة جدا بالنسبة للمركز اللي بشتغل فيه. الحالات المستعصية في حالات مستعصية لكنها قليلة والحمد لله، اللي هي طبعا يتم متابعتها متابعة لصيقة. قلت لك الشخص اللي هو تحليل دم 13,000 هذا كان مش إشراف من احنا ودكتور العظم ودكتور الأعصاب،
طبعا حولها المريض توفى، لكن هذه حالات طبعا نادرة وقليلة. طيب نأخذ اتصال من الكويت. سعد أهلا بك، كل عام وأنت بخير، تفضل معه سؤال. يا هلا بكم، يا هلا بكم، تحياتي لكم وللبرنامج الرائع. شكرا. للبروستات، يعني هل هو مرض يعني سرطان البروستات؟ سرطان معروف، لكن البروستات هل هي أين تقع من الجسم يعني، ولا مرض مثلا؟ واخيرا شاف الجرحى وارحم الموتى الشهداء الفقراء، تحياتي لكم. بارك الله فيك سعدنا كويس. هو سؤال عن طبيعه البروستاتا. البروستاتا هذه هي ودورها وما هي؟ احنا نسينا، كنا جبنا صوره كان البروستاتا عباره عضو زي عضو الجسم، زي الكلى زي القلب، عضو يعني وزنه حوالي 150 الى 100 جرام طبعا ككل او اقل، عضو في الجسم ويوجد تحت المتانه، عضو داخلي طبعا لا يوجد. طبعا هو عضو في الحوض ويوجد تحت المتانه مباشره. طبعا السرطان يعتبر سرطان كاي سرطان في الجسم، سرطان الجلد، سرطان التلف. لا هو كان يعتقد انه السرطان البروستاتا هو اسم مرض فقط. لا 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 لا، العضو سرطان العضو يعني اي عضو في الجسم مهيئ ان يصير سرطان. البروستاتا سواء كان الجلد سواء كان العظم. احنا تحدثنا عن وظيفه البروستاتا حتى في بدايه. طبعا قلنا البروستاتا مهمه جدا للانجاب، عضو مهم جدا للانجاب وللعلاقه الجنسيه الصحيح السليمة. طيب دكتور، هل تنصح يعني أنه حتى بالنسبة للشباب بالفحوص الدائمة والتحاليل الدائمة، أم أن الأمر مرتبط بالسن الآن 40 لما عرضوا 70 مليون هذه، فأصبح الوضع أنك أنت تحاول تمشي يسموه فيها الأفقي، اللي هو أكبر كمية من، وإحنا بنشوف المناطق اللي فيها زي المناطق اللي هي فيها عندنا تجمعات من الزنوج اللي هي الأفرو كاريبيان والأفارقة، فيهم سرطان أكثر. فاحنا نحاول، يقال ان لا هم جينيا متهيئين اكثر، الزنوج والافرو كاريبيان هذم والناس اللي هم يعني افريقيا جنوب الصحراء. ايه افريقيا جنوب الصحراء والناس الكاريبيان، دومينيكا ريبوبليك والجامايكا هذم مهيئين اكثر. فاحنا نبدا بهذم حتى صغار، حتى في سن ال 25 30 نديهم تحليل البي اس اي عشان نشوف، والا تحليل متابع نقول مثلا بي اس اي كل سنتين مثلا او كل 3 سنوات، واللي كان فيه اعراض يكون اكثر. فاحنا بنمشي فرتيكال، بنمشي الى اكبر كميه من الناس، اكبر عدد ممكن أيوه من الناس. طيب هذا بالنسبه للدول مثل بريطانيا، وكما شرط دوله تقدم دعم لهذه المساله. في دولنا العربيه تعرفون ان الانظمه الصحيه جد ضعيفه، كيف يمكن يعني للشباب وربما حتى للرجال؟ عباره عن تثقيف صحي، انك انت زي الاخ الكريم اللي اتصل من الكويت مش عارف حتى وين البروستات. ففي ناس يقول لك ايش هي، يعني تقول له بروستات يقول لك ايش هي البروستات، مش عارف. اذا احنا نبدا من الصفر، نوضح للناس ان لان يعتبر سرطان البروستاتا القاتل في بريطانيا كان رقم 2، اكيد حيكون قاتل في دولنا لانه لم يتابع ولم يكتشف. في امريكا يعتبر طبعا هناك سرطان البروستاتا حتى هو قاتل اظن رقم 3 أو 2 حتى هو، ففي عنايه كبيره جدا. فهو عباره عن سرطان قاتل وصامت، اذا يعني يصبح المريض مريض به وبعد يكتشف في متاخر، وهذا ليس في الدول العربيه. اذا نحتاج الى تثقيف صحي، الى يعني ترشيد الناس، توريهم ان فيه عضو اسمه بروستاتا وممكن العضو هذا يصير له سرطان، والسرطان هو ممكن يكون سرطان غير حميد. وجود السرطان الحميد اللي هو يصاب كل الذكور بعد سن 60 نقول اجماليا، لكن السرطان نفسه اللي هو تسرطن هذا حتى بعد سن 40 يكون فيه. اذا عباره عن توعيه هي هذه اكثر شيء. انا مره رحت لالمانيا، كانوا في برلين اعتقد من 3 أو 4 سنوات عاملين في الشوارع عاملين الكشف عن سرطان البروستاتا بتحليل دم الناس، يعني انت بلاش عاملين هذه عبارة عن سيارات اسعاف بس بطريقة وموجود فيها دكتور ومرضى وكذا، وانت فايت في الشارع تعال اعمل تحليل دم. فكل 4 أو 5 شهور تلقى سيارة في السنتر 3، يعني شوف الاهتمام. فالناس كثيرة عملت وربما لانه هذا السرطان ربما مثلا الحديث على سرطان الدم، سرطان الرئة، سرطان الثدي بالنسبة للمرأة أكثر انتشار أو الحديث عنه أكثر من سرطان البروستاتا، علما أنه كما أشرت هو القاتل الثاني. مع أن سرطان البروستاتا يعني شايع أكثر من الدم ومن كذا، لكن لأن الناس مش عارفين البروستاتا غير مرئية، صحيح غير موجودة، وناس كثير مش عارفينها وين.
فطبعا اذا اي معلومات عليها تعتبر غير موجوده. لكن لو صار في تثقيف صحي والناس عرفت ان في سرطان بروستاتا وان في بروستاتا والعضو هذا موجود وهذا عضو مهم جدا للتناسل وعضو مهم جدا للعلاقه الجنسيه السليمه، اذا يصير فيه وعي. وهذا طيب هو الدكتور الى مقوله الوقايه خير من العلاج بالنسبه للشباب، او ماذا يمكن ان نقدم كنصائح لكل شريحه عمريه، الشباب ثم سن 30 40 40 فما فوق؟ اول شيء الشباب علاج اي 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 التهابات في البروستاتا مهمه جدا، لا تهملها. انا شفت يعني كوارث كثيره تصير الناس تهمل كذا ويصير لهم مشاكل وطلاق وكذا، فلازم تعالج اي التهابات في البروستاتا. انا السعودية كان في كمية كبيرة عالجناها الحمد لله، كان عملنا برنامج كان ممتاز جدا وعالج ناس كثيرين كانوا يعني على شفا الهاوية. عفوا دكتور، هل يمكن نقول بأن الأمر عادي؟ لأنه أنت تعرف مجتمعاتنا تتحسس من مثل هذه المواضيع، يمكن القول بأن الأمر عادي هو مرض كأي مرض؟ كأي مرض، يعني كان عندك أنت مثلا مرض تحسس من الزكام مثلا، أو مرض في الجلد، او اي مثلا اي حاجه اذا تعتبرها كاي مرض، لكن هذا لازم علاج، لان فيه عباره عن تبعات بعدين، في تراكمات ممكن تسبب مشاكل، اذا علاجه وعلاجه بكفاءه وتحت اشراف اخصائي يعرف ماذا يفعل، مهم جدا، او استشاري. بالنسبه للفئه العمريه الثانيه اللي هو تحليل الدم الدوري، يعني انت هو عباره عن تحليل دم لا يكلفك اي شيء، حتى هنا في دولنا هذه كلها ببلاش، قلت لك في المانيا عاملين ببلاش، يعني حيكلفك في الدول العربيه كم حيكلف؟ ولا يعني عباره عن حاجه بسيطه على الاقل لا يساوي اي شيء امام العلاج. أنا لو طبعا ليش الحكومه صارفه 70 مليون هنا؟ لان ال 70 مليون هذه حتوفر عليها مليارات بعدين، لانك انت بتعالج المريض تعمل له عمليه وينام في المستشفى وكذا ومشاكل اجتماعيه وبدعم صحي ودعم، اذا مشاكل كثيره. ب 70 مليون انت كنت وفرت 700 مليون. طيب بالنسبه للفئه العمريه 40 فما فوق؟ اي هذا اللي هو قلنا تحليل دوري. يعني زي ما تعمل تحليل دوري للسكري، للجسم، تحليل دوري للكوليسترول مثلا، اي شيء، حتى هو يضمن انك انت تعمل لصحه البروستاتا، تعمل تحليل دم ولا يشكل اي مشكله. الدكتور ناصر رمضاني مستشار في أمراض الجهاز الهضمي، شكرا جزيلا لك. شكرا على هذه المعلومات القيمة، وكل عام وأنت بخير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج كيف الصحة، في أمان الله.